يعني أولاً بقضية الفصائل المسلحة والسلاح، أنا ما أعتقد أن السيد السوداني سوف يستطيع حصر هذا السلاح أو تقنين هذا السلاح، بالتالي هذا السلاح هو من يهدد العمل السياسي ولربما يقلب الطاولة على كل الأحزاب اللي جالسة في قبة البرلمان الحكومة. أولاً ثانياً قضية حادثة المطار، السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق وكان هو الرجل التنفيذي الأول في العراق أنذاك، قال تم إطلاق الصاروخ من الطائرة بموافقة عراقية والكل يعلم بهذه الموافقة، قال الكل الكل الكل، يعني كل رؤساء الكتل، كل رؤساء الجهات الأمنية، رئاسة الوزراء، الجمهورية، السلطات الثلاثة، رئاسات الثلاثة، رئاسة البرلمان، الكل قال الكل. بالتالي في زمن عادل عبد المهدي ممكن أن هو يتم مناقشة الموضوع ويتم تتبع خطوات اللي صرح به السيد حيدر العبادي في قضية حادثة المطار. أما التواجد الأمريكي، أنا أنصح الإطار والكتل السياسية الكردية والسنية المشاركة الآن أو من يريد إخراج القوات الأجنبية أن يرجعوا في السابق ليوم 5/1/2020 حين تم إقرار قرار نيابي يعني بخروج القوات الأجنبية وخاصة القوات الأمريكية، التواجد الأجنبي وخاصة القوات الأمريكية عليهم أن يطبقوا هذا القرار النيابي اللي كلها تم التصفيق له وتم التهويش وتم التصويت. بالتالي هذا القرار موجود من يوم 5/1 ولا يزال هو غير منفذ أو مطبق. نعم أن كنا نحتكم إلى الدستور وأن كنا نحتكم إلى القرارات النيابية والتصويت عليها بالأغلبية مثل ما رأيناها في يوم 5/1/2020 عليهم أن يحتكموا إلى هذا القرار اللي هو خاص بالكتل البرلمانية ومن ضمنهم اللي كان أكبر كتلة آنذاك الإطار. نعم. بالتالي قوانين وقرارات كثيرة تحتاج إلى التفعيل. نعم.